السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله رح ننهي شابتر 3، رح نستكمل الطريقة الثالثة اللي هي بتحكي عن البارالل ديكومبوزيشن. في هاي الطريقة رح نستخدم البارشال فراكشن to expand the transfer function and put it in parallel form. خلينا نشوف هذا المثال. معطيني h of s وبدي يعني باستخدام الترانسفير فانكشن باستخدام البارالل ديكومبوزيشن اوجد حول الترانسفير فانكشن للستيت سبيس. هاي ال h of s بتساوي s زائد 1 على s تكعيب زائد 9 s تربيع زائد 26 s زائد 24. اول اشي رح احلل المقام، فبصير عندي h of s بتساوي s زائد 1 على s زائد 2 في s زائد 3 في s زائد 4. هلقيتها رح نستخدم طريقة البارشال فراكشن. ايش طريقة البارشال فراكشن؟ احنا حللنا المقام صار عندنا 3 اقواس، تمام؟ ففي البارشال فراكشن رح يكون مجموع لثلاثة ترانسفير فانكشن، هاي اللي ترانسفير فانكشن الاولى وهي الثانية وهي الثالثة، مجموعهم هو الـ h of s، تمام؟ في البارشال فراكشن نحكي انه h of s ايش رح تساوي؟ k1 على s زائد 2 زائد k2 على s زائد 3 زائد k3 على s زائد 4. هلقيت بدي اوجد قيمة k1 وk2 وk3، فبنيجي بنحكي k1 ايش رح تساوي؟ h of s مضروبة في s زائد 2، فاذا رح تعطيني k1 بتساوي s زائد 1 على s زائد 3 في s زائد 4. طب وين رح نوجد ال k1؟ عند ال s بتساوي سالب 2، هاي s زائد 2 بنساويها بصفر، فعند ال s بتساوي سالب 2. بنعوض فبتطلع k1 قيمتها بتساوي سالب نص. بدنا نوجد قيمة k2، رح تساوي s زائد 1 على s زائد 2 في s زائد 4، عند قيمة s بتساوي سالب 3، إذا رح تطلع k2 بتساوي 2. k3 بتساوي s زائد 1 على s زائد 2 في s زائد 3. أنا بفترض إنكم عارفين كيف نوجد k3، اللي هي بتساوي h of s في مضروب في المقام اللي عند k3 في s زائد 4، فرح يضل عندي هذا البارت بس، هاي رح تلتغى، تمام؟ وأول بنوجد عند نهي s إنه بنساوي s زائد 4 بزيرو، فبنودي s بتساوي سالب 4، تمام؟ إذن k3 هي ها s زائد 1 على s زائد 2 في s زائد 3، عند s بتساوي سالب 4 بتطلع قيمتها سالب نص. هيك أوجدنا ال h of s اللي هي هاي k1 وهن k2 وهن k3، فطلعت عنا بهاي الشكل. بدنا ننتبه لشغلة إنه نخلي هنا الإشارات موجبة جمع، نخلي ما بينهم جمع، يعني لما يطلع عندي هنا سالب بنخليه جوا، والإشارات ما بين الترانسفير فانكشنز رح تكون زائد، تمام؟ هلقيت بدنا نمثل الستيت دايجرام لل h of s. هلقيت عندنا ال h of s تتكون من 3 transfer function، مجموع 3 transfer function، تمام؟ إذا ها رح نحط النقطة r of s، نطلع منها 3 خطوط أو 3 أفرع. رح نعمل هان مربع نحط فيه 1 على s زائد 2، تمام؟ والمربع الثاني 1 على s زائد 3، والمربع الثالث 1 على s زائد 4. إذا ملاحظين بنحط هنا واحد وهان بنحط واحد وهان واحد برضو. قيم كي واحد وكي اثنين وكي تلاتة بنحطها في مربع، بعديها نعمل مربع بنحط فيه قيمة كي واحد، وبعد الهاي بنحط قيمة كي اثنين، وبعد المربع هذا بنحط قيمة كي تلاتة، تمام؟ ومن بعد الكي بنطلع أسهم مجموع هدول رح يعطيني y of s، تمام؟ هلقيت عنا في ما بين المربعين، ما بين ال واحد على s زائد 2 وما بين ال k1 اللي هي سالب نص، بنحط هنا x1، وبرضو ما بين هدول الاثنين بنحط x2، وهان بنحط ما بينهم x3، تمام؟ هلقيت بنحكي x1 على r of s ايش بتساوي؟ x1 على r of s رح تساوي هذا المربع 1 على s زائد 2. بنوزع، بنضرب هذا x1 في s زائد 2
وبنضرب R في S في 1، فرح يطلع عندي S في X واحد زائد 2 X واحد رح يعطيني R في S. هلتها هذه بالS دومين، بدنا نحولها للتايم دومين. S في X واحد هذه مشتقة X واحد of T، تمام؟ إذا هاي X واحد of T إيش بتساوي؟ R of T ناقص، ودينا هذه على الطرف الثاني، ناقص 2 X واحد of T، تمام؟ نفس الشغلة نعمل عند ال X 2 على R of S. نيجي بنحكي X 2 على R of S رح يعطيني 1 على S زائد 3، نضرب هاي في هاي ونضرب R of S هان، فبتصير S في X 2 زائد 3 X 2 رح بتساوي R of S. هذه بالS دومين بدنا نحولها للتام دومين. S في X 2 هذه مشتقة X 2، تمام؟ of T، مشتقة X 2 of T رح بتساوي R of T ناقص 3 X 2 of T، هاي المعادلة الثانية. ونفس الإشي رح نعمل عند ال X 3 على R of S، بتساوي 1 على S زائد 4. فبنوزع هنا، نضرب X 3 في S زائد 4 وبنوزع ال X 3 جوا القوس، فبتصير S في X 3 زائد 4 X 3 بتساوي R of S. بنحولها للتايم دومين، فإذا X 3 دوت أو مشتقة ال X 3 رح بتساوي R of T minus 4 X 3. هاي عنا ثلاث معادلات. بضل عنا ال Y إيش بتساوي؟ من هنا ال Y بتساوي سالب نصف X 1 زائد 2 في X 2 زائد سالب نصف X 3، تمام؟ هذه هي المعادلة الرابعة. هلأ إذا بدنا نوجد الـ State Space Representation، هنا المشتقات، مشتقة X1 ومشتقة X2 ومشتقة X3 إيش رح بتساوي؟ حكينا X1 دوت بتساوي سالب 2 X1 زائد R of T، إذا بنحط هنا سالب 2 وهنا أصفار، وهنا X2 دوت كانت بتساوي سالب 3 X2 زائد R of T، إذا بنحط هنا سالب 3 وباقي الصف أصفار، وX3 دوت إيش بتساوي؟ سالب 4 X3 زائد R of T، إذا بنحط هنا سالب 4 وهدول هان أصفار. والـ R of T موجودة في عند الـ X1 دوت وعند الـ X2 دوت وعند الـ X3 دوت، إذا بنحط وحايد هان. والـ Y of T إيش بتساوي؟ هاي المعادلة، سالب نص عند الـ X1 واثنين عند الـ X2 وسالب واحد ونص عند الـ X3، تمام؟ إذا بنلاحظ هذا القطر اللي هان هو البولز، مش إحنا أوجدنا الـ Transfer Function؟ هاي S زائد 2 و S زائد 3 و S زائد 4، هنا البول الأولى سالب 2 والبول الثانية سالب 3 والبول الثالثة سالب 4، تمام؟ إذا هنا البولز، وهنا عند الـ R of T دايما بتكون وحايد، الثلاثة بيكون وحايد، وهان هي الـ coefficient of partial fraction K1 و K2 و K3، تمام؟ خلينا نشوف مثال تاني. Using the partial method using the parallel method to find the state space model for the system، إنه بنستخدم الـ parallel method عشان نوجد الـ state space لهذا الـ H of S. H of S إيش بتساوي؟ S زائد 1 على S تربيع زائد 5 S زائد 6. أول حاجة حكينا بدنا نحلل المقام، فبتطلع S زائد 1 على S زائد 2 في S زائد 3، تمام؟ بدنا نعملها على شكل الـ partial fraction، فإذا K1 على S زائد 2 زائد K2 على S زائد 3. K1 إيش بتساوي؟ S زائد 1 على S زائد 3 نوجد قيمتها عند لما S بتساوي سالب 2، إذا قيمة K1 بتطلع سالب 1، وK2 بتساوي S زائد 1 على S زائد 2، هذا عند الـ S بتساوي سالب 3، بنطلع قيمة K2 بتطلع بتساوي 2. الـ H of S إيش بتساوي؟ بعد ما أوجدنا قيمة K1 وK2 بتساوي سالب 1 على S زائد 2 زائد 2 على S زائد 3، تمام؟ بدنا نوجد هلأتها رسمة الـ State Diagram. حكينا هنا بيكون عندنا R of S، بنطلع منها
خطين، لأنه عندنا الـ h of s تتكون من مجموع two transfer function، فبنطلع منها خطين. نعمل هنا البلوك الأول أو المربع الأول بنحط فيه 1 على s زائد 2، والخط الثاني بنحط هنا مربع وبنحط فيه جواته 1 على s زائد 3، تمام. بعد هيك بنطلع خط وبنعمل مربع ثاني بنحط فيه قيمة k1، وهنا نفس الشيء بنطلع خط وبنعمل مربع ثاني بنحط فيه قيمة k2، بعدين مجموع هدول مجموعهم رح يعطيني y في s، تمام. هنا حكينا بين المربع الأول والثاني بنحط قيمة x1، وهنا بين المربع الأول والثاني بنحط x2. هلا بنحكي x1 على r في s إيش رح تساوي؟ 1 على s زائد 2. هيك ضربنا x1 في s زائد 2 رح يعطيني s في x1 زائد 2x1، هاي بتساوي r في s. هذا بالs دومين، حولناها للتايم دومين. s في x1 ايش بتساوي؟ مشتقة x1، تمام. مشتقة x1 بتساوي r في t ناقص 2x1 في t، هاي المعادلة الأولى. بعدين نوجد x2 على r في s بتساوي 1 على s زائد 3، برضو ضربنا هيك فبتطلع لنا s في x2 زائد 3x2 بتساوي r في s، ف s في x2 هاي مشتقة x2، فبنحكي مشتقة x2 ايش بتساوي؟ r في t ناقص 3x2 في t، هاي المعادلة الثانية. الواي ايش رح بتساوي؟ الواي بتساوي -1 في x1 زائد 2 في x2، هاي المعادلة الثالثة. هلا بنوجد الستيت سبيس ريبريزنتيشن، هنا x1 دوت x2 دوت ايش بتساوي؟ هاي المعادلة الأولى x1 دوت بتساوي r في t ناقص 2x1، إذا بنحط عند x1 -2 وما إلها معاملات عند x2 فبنحط هان 0. x2 دوت ايش بتساوي؟ r في t ناقص 3x2، فبنحط عند x1 0 لأنه ما إلها معاملات عند x1، وعند x2 بنحط -3. خلصنا من هذا الجزء. بنيجي عند r في t، x1 دوت x2 دوت إلهم معاملات عند r في t قيمتهم 1، إذا بنحط هن 1 وهن 1، والy في t -1 عند x1 و2 عند x2، تمام. هلا بحكي لك ملاحظة، the diagonal are the poles of the system so we know if the system is stable or not. عندنا هذا القطر هو البولز تبعت السيستم، فمن خلاله ممكن نحدد انه السيستم هل هو stable or not. اذا كان القطر هذا اشاراتهم سالبة اذا بيكون stable، إذا كان في موجب إذا not stable، تمام. الجنرال فورم فور ذا بارليل ميثود، يكون عندنا جي اوف اس بعد ما أوجدنا البارشل فراكشن على شكل k1 على s زائد a نود زائد k2 على s زائد a1 زائد لحد ما نوصل kn على s زائد an ماينس 1، تمام. هذا بعد ما أوجدنا البارشل فراكشن. هلا هون بنحط x1 دوت x2 دوت لحديت xn دوت، تمام. ايش بتساوي؟ بنعمل هنا المصفوفه هاي. هان اول عنصر سالب a نود اللي هو البولز عند الترانسفير فانكشن الاولى، تمام، وباقي الصف بيكون اصفار. في الثاني x2 دوت ايش رح بتساوي؟ 0 عند x1، وعند x2 بنحط سالب a1 البول عند الترانسفير فانكشن الثانيه، وباقي الصف أصفار. بنضلنا نعمل زي هيك لحديد ما نوصل آخر إشي عند الـ xn dot، رح بيكون كله بساوي أصفار، وآخر عنصر رح يساوي سالب an minus 1 اللي هي البول عند الـ transfer function الأخيرة، تمام. هذا مضروب في x1 x2 لحديد x of n، زائد عند الـ r of t كلهم وحايد، هان وحايد، مصفوفة وحايد. بعدين الـ y of t إيش بتساوي؟ k1 k2 لحديت kn، k1 وk2 اللي هما البارشل فراكشن كوفيشنت، تمام. هاي الصيغة العامة في البارليل فورم.
احنا تعلمنا كيف نوجد الستيت سبيس للترانسفير فانكشن. طيب هلأت بدنا نتعلم كيف نحول الستيت سبيس للترانسفير فانكشن. بحكي لك converting from state space to transfer function. هلأ بيكون معطيني state equation والoutput equation، طبعا هما موجودين بيكونوا في time domain، وبيطلب مني إني أوجد لترانسفير فانكشن y of s على u of s. طبعا هذا بالs domain. بحكي لك y of s على u of s إيش بتساوي؟ c في s i minus a، هذا inverse مضروب في b زائد d. c هي الماتريكس موجودة في الاوتبوت equation اللي هي هاي، والi هي الايدنتيتي ماتريكس، الi بنضربها بالs وبعدين نطرح منها الa. الa هي هاي الماتريكس الموجودة في الستيت equation. بعد هيك بنوجد الانفرس لهذا وبنضربه في b. b هاي موجودة هاي برضو في الستيت equation، بعدين هذا كله بنجمعه مع الدي. الصورة رح توضح أكثر في المثال اللي رح ناخده هلأ. حكي لك convert the state and output equation to transfer function. معطيني الـ state equation ومعطيني الـ output equation وبدي يعني أوجد الـ transfer function. معطيني إنه x dot بتساوي هاي مضروبة في x زائد 2 و 0 في u of t، والy بتساوي 1.5 و 625 من 1000 مضروبة في x. تمام، مطلوب مني إني أوجد u y of s على u of s. تمام، إحنا عارفين إنه ال y of s على u of s بتساوي c في s i minus a، هذا inverse مضروب في b زائد d. أول إشي بدي أحدد الماتريكس، هاي الماتريكس هي a. تمام، a بتساوي سالب 4 وسالب 1.5 وهان 4 و 0، وبي هاي هي الماتريكس اللي هان، هادي بي، والماتريكس الموجودة مع اليو ومضروبة في اكس هادي هي سي. تمام، هيك حددنا اي وبي وسي، والدي زيرو. تمام، اول اشي بدي احسب اس في اي ماينس اي. اي حكينا هي الايدنتيتي، رح تكون هنا واحد وهن زيرو وهن زيرو واحد، نضربه في اس، اذا رح نوزع الاس بندخله، فبتصير الماتريكس هان S وهان 0 وهان 0 وهان S. تمام، هذا بنطرح منه A، هاي ال A الماتريكس سالب 4 وسالب 1.5 وهنا 4 و 0، فبتطلع SI minus A إيش بتساوي؟ S زائد 4 و 1.5 وسالب 4 وهنا S. تمام، قلت أنا مطلوب مني إني أوجد SI minus A، أوجد الانفرس لإلها. أنا الانفرس لماتريكس فلنفرض H إيش رح تساوي؟ الادجوينت تبعت الاتش على الديتيرمينانت تبع الاتش. اذا لحتى اوجد الانفرس تبع الاس اي ماينس اي بلزمني اني اوجد الديتيرمينانت تبع الاس اي ماينس اي واوجد الادجوينت تبع الاس اي ماينس اي. هاي الاس اي ماينس اي الماتريكس هاي اللي اوجدناها، بدنا نوجد الديتيرمينانت تبعها اللي هو اني اضرب هاي الاس زائد 4 في اس، بعدين احكي ناقص سالب 4 في 1.5. اذا الديتيرمينانت تبعها راح يطلع اس تربيع زائد 4 اس زائد 6. ضايل اني اوجد الادجوينت تبع الاس اي ماينس اي، الادجوينت تبعها هو بيساوي الترانسبوز برضو تبعها. ايش الترانسبوز؟ بس للتذكير، فلنفرض انه عندنا ماتريكس اتش بتساوي اي بي سي دي. تمام، ومطلوب إني أوجد الترانسبوز تبعها، بشقلب الـ A والـ D، بجيب الـ D مكان الـ A والـ A مكان الـ D، والـ B والـ C بس بغير إشاراتهم. هيك بنوجد الترانسبوز تبع مصفوفة ثنائية. فإذا الترانسبوز تبع الـ SI minus A رح يكون إني أغير، أبدل هاي مكان هاي بهاي، فرح تيجي هنا S وهنا S زائد 4، ورح أغير إشارات الواحد ونص والسالب 4، فرح يصير هان سالب 1.5 وهان رح تصير 4. تمام، إذا أوجدت الديتيرمينانت وأوجدت الأدجوينت تبع الأس آي ماينس إي، فبأوجد الإنفرس واللي هو بيساوي الأدجوينت تبعها على الديتيرمينانت. فهي الديتيرمينانت مضروب في الأدجوينت. بعد هيك هاي أوجدت الانفرس.
هل بدي أوجد S I minus A الانفرس تبعها مضروب في B؟ بنفع إني أضرب بالأول في C بعدين أضرب بالناتج في B حسب. فهان بدنا نوجد S I ناقص A هذا الانفرس مضروب في الماتريكس B، هاي S I minus A الانفرس تبعها، هاي المصفوفة B، فضربنا طلعت معنا هاي المصفوفة، مصفوفة سعتها 2 في 1 اللي هو صفين وعمود. هلأ بدنا نوجد C مضروبة في الترم هذا، مضروبة في الانفرس تبع ال S I minus A في B. إحنا أوجدنا هذا الترم، أوجدنا الانفرس تبع ال S I minus A مضروب في B، أيوهان ضل إني أضرب ال C فيه، فبحط ال C بالأول وبعدين الماتريكس اللي أوجدناها اللي هي S I ناقص A انفرس مضروب في B، فبضرب ال C في هاي، فرح يطلع معايا 3S زائد 5 على S تربيع زائد 4S زائد 6. تطلع معي ماتريكس واحد في واحد، يعني عنصر واحد فقط. إذا ودي عندنا زيرو، فهاي هي الصيغة تبعت ال y of s على u of s، رح تطلع 3s زائد 5 على s تربيع زائد 4s زائد 6. اللينيرايزيشن مثل ما حكينا بشابتر 2 في عملية تمثيل السيستم باستخدام الترانسفير فانكشن ما بنفع إلا لللينير سيستم. لما يكون عندي السيستم نون لينير ما بنفع استخدم الترانسفير فانكشن الا بشرط واحد، وهو اني احول السيستم من نون لينير للينير سيستم، وهي العمليه بنسميها لينيرايزيشن. على خلاف الستيت سبيس بنمثل من خلاله اللينير والنون لينير سيستم، يعني ما بحتاج اني اعمل لينيرايزيشن. احنا تعلمنا انه الستيت ايكويشن كيف كانت على اي شكل، انه x دوت بتساوي a في x زائد b في u او r. في اللينيرايزيشن ال x دوت ايش بتساوي؟ a star في x زائد b star في r او u. هل انت ايش ال a star؟ هي ماتريكس بتمثل مشتقة ال f واحد بالنسبة ل x واحد، والعنصر الثاني في الصف نفسه بيكون مشتقة ال F1 بالنسبة ل X2 وهكذا. الماتريكس هاي لازم تكون سكوير ماتريكس، تمام؟ ايش ال B star؟ هي مشتقة ال F1 بالنسبة ل U1 ومشتقة F2 بالنسبة ل U1، وزي هيك انه مشتق ال F بالنسبة لل input. هاي المصفوفة إما بتتكون من عمود واحد أو أكثر من عمود حسب كم عدد الانبوت في السيستم. طبعا هذا إن شاء الله رح يوضح في المثال اللي رح ناخده. هنا x1 نود بتساوي x1 of t زائد x2 تربيع of t. هذه هي مثال على النون لينير سيستم، ليش؟ لوجود التربيع هنا. طيب example بحكي لك for the non-linear system find the linearized model، إنه بدنا نعمل linearization. معطيني إنه x معطيني إنه x واحد دوت إيش بتساوي؟ x اتنين، و x اتنين دوت بتساوي سالب x واحد في x اتنين minus x اتنين زائد u of t. u of t هي ال input عنا إذن في السيستم، one input. معطيني إنه x نود إيش بتساوي؟ واحد وزيرو، يعني x نود واحد بتساوي واحد و x نود اتنين بتساوي زيرو، وال u نود أو ال input بتساوي زيرو. خلينا نحكي x واحد نود اللي هي بتساوي x اتنين، بدنا نفرض إنها هي بتساوي f واحد، تمام؟ و x اتنين نود اللي هي بتساوي حسب ما أعطاني في السؤال سالب x1 و x2 في x2 minus x2 زائد u of t، هاي بدنا نفرضها إنه f2. إذا x1 نود و x2 نود بنفرضهم إنهم بيساووا f1 و f2. فهلا بدنا نوجد A star الماتريكس هاي.
إيه ستار إيش بتساوي؟ مشتقة إف واحد بالنسبة لإكس واحد، هذا العنصر الأول، وهان مشتقة إف واحد بالنسبة لإكس اتنين، وهان مشتقة إف اتنين بالنسبة لإكس واحد، وهان مشتقة إف اتنين بالنسبة لإكس اتنين. طيب نيجي هاي إف واحد نشتقها بالنسبة لإكس واحد، إف واحد إيش بتساوي؟ إكس اتنين، فإذا مشتقتها بالنسبة لإكس واحد هي زيرو، طب مشتقتها بالنسبة لإكس اتنين راح تساوي واحد. هاي إف اتنين تساوي سالب إكس واحد في إكس اتنين ماينس إكس اتنين زائد يو في تي، بدنا نشتق إف اتنين بالنسبة لإكس واحد راح يعطيني سالب إكس اتنين، ومشتقة إف اتنين بالنسبة لإكس اتنين راح تعطيني سالب إكس واحد ماينس واحد. تمام، طلعت عندي هاي الماتريكس سكوير ماتريكس فيها بدلالة إكس اتنين وإكس واحد، معطيني بالسؤال إنه إكس واحد قيمتها واحد وإكس اتنين زيرو، إذا بنعوض عن إكس واحد بواحد وإكس اتنين بزيرو، فبتطلع عنا A ستار إيش بتساوي؟ زيرو واحد زيرو سالب اتنين. خليت لنا نوجد ال B ستار، هي مشتقة ال F واحد بالنسبة ليو، وهنا مشتقة ال F اتنين بالنسبة ليو. F واحد مشتقتها بالنسبة ليو بتساوي زيرو، F اتنين مشتقتها بالنسبة ليو بتساوي واحد. إذا هاي البي هاي الماتريكس عمود واحد. نوجد هاي العلاقة، حكينا إنه X نود إيش راح تساوي؟ A ستار في X زائد B ستار في U. طلعنا A ستار وطلعنا B ستار، فX واحد نود وهان X اتنين نود إيش بيساوي؟ زيرو واحد زيرو سالب اتنين اللي هي هاي A ستار مضروبة في إكس واحد وإكس اتنين زائد زيرو واحد اللي هي هاي B ستار في U في T. تمام، فإذا الـ state equation for the linearized system are equal. لما نيجي نوجد X واحد دوت إيش بتساوي، نضرب هذا، نضرب الصف هذا في هذا العمود، هاي X قيمة X واحد دوت، فX واحد دوت راح تعطيني X اتنين. طيب X اتنين دوت إيش بتساوي؟ إني أضرب هذا الصف بهذا العمود، فX اتنين دوت بتساوي سالب اتنين X اتنين زائد U في T، لأنه هان في واحد عند الـ X اتنين دوت، فإذا زائد U في T. هيك أوجدنا الـ linearized system. الـ example الثاني بحكي لك find the linear state space model of this plant. معطيكي هاي الـ differential equation، حكي لك إنه المشتقة الثانية لـ y of t زائد point واحد في المشتقة الأولى لـ y of t زائد sin الـ y of t إيش بيساوي؟ u of t. y node بتساوي باي على أربعة، والمشتقة الأولى قيمتها بتساوي زيرو، واليو نود بتساوي واحد على جذر الاثنين. احنا هنا الديفرنشال ايكويجن من الدرجة الثانية، اذا بلزمني two state variable. خلينا نحكي assume that انه x واحد هي y، فاذا مشتقة x واحد ايش راح تكون بتساوي؟ مشتقة y وهي x اتنين. تمام، هذا فرضنا انه هو f واحد. طيب مشتقة x اتنين ايش راح تساوي؟ المشتقة الثانية ل y of t. تمام، من المعادلة هان ايش المشتقة الثانية ل y of t بتساوي؟ بتساوي u of t ناقص، نودي هدول على الطرف الثاني، ف x اتنين دوت بتساوي المشتقة الثانية ل y of t وبتساوي u of t ماينس بوينت واحد في u في المشتقة الأولى لـ U of T ناقص sin الـ U of T. تمام، هذا سميناها X2 دوت هي F2. تمام، فF2 إيش بتساوي؟ U of T ماينس، حكينا إنه المشتقة الأولى لـ Y إيش هي؟ X2، إذا ماينس بوينت واحد X2 ماينس sin الـ Y of T إيش حكينا؟ هي X1، فإذا ماينس sin X1. فحصلنا على F1 وحصلنا على F2.
إذن دائما بأفرض اف واحد هي اكس واحد دوت، وبأفرض اف اتنين هي اكس اتنين دوت. تمام، هل بدنا نوجد A star و B star؟ A star هاي إيش بتساوي؟ مشتقة F واحد بالنسبة ل X واحد، العنصر الأول اللي هان، والعنصر الثاني في الصف الأول إيش بساوي؟ مشتقة F واحد بالنسبة ل X اتنين، وهذا العنصر بساوي مشتقة F اتنين بالنسبة ل X واحد، وهان مشتقة F اتنين بالنسبة ل X اتنين. فبنيجي بنشتق F واحد بالنسبة ل X واحد، هاي F واحد إيش بتساوي؟ بتساوي X اتنين. فإذا اف واحد مشتقتها بالنسبة لإكس واحد بتساوي زيرو. طب مشتقة اف واحد بالنسبة لإكس اتنين بتساوي واحد. مشتقة اف اتنين هنا بالنسبة لإكس واحد إيش رح تساوي؟ سالب كوزين إكس واحد. طب مشتقة اف اتنين بالنسبة لإكس اتنين رح تساوي سالب بوينت واحد. تمام، في عنا هان إكس واحد، إكس واحد حكينا إنه هي واي، بعطيكي في السؤال إنه واي قيمتها باي على أربعة، إذا بنعوض عن إكس واحد بباي على أربعة، فرح تطلع عندي هاي الماتريكس زيرو واحد سالب بوينت سبعة سالب سبعمية وسبعة من ألف، وهان سالب واحد من عشرة. طيب بدنا نوجد قيمة ال بي ستار، هاي بتساوي إيش؟ مشتقة الإف واحد بالنسبة ليو، ومشتقة إف اتنين بالنسبة ليو. مشتقة اف واحد بالنسبة ليو بتساوي زيرو، مشتقة اف اتنين بالنسبة ليو بتساوي واحد. اذا الاكس اكس نود ايش بتساوي؟ هاي الاي ستار اللي هي بتساوي زيرو واحد سبعمية وسبعة من الف بالسالب، وهنا بوينت واحد بالسالب برضو مضروب في اكس واحد واكس اتنين، زائد زيرو واحد في يو اوف تي، هاي اللي هي بي. هيك بنكون خلصنا شابتر ثلاثة، يعطيكم ألف عافية، وإذا في أي استفسار إحنا موجودين.